حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. جريمة حرق القرآن، معاداة للإسلام والإنسان، إجماع سياسي واحتجاج مجتمعي. إشادات واسعة بقرارات الحكومة العراقية لقطع العلاقات مع السويد وتحفيز الدول الإسلامية لخطوة مماثلة. إذن مشاهدينا، في الوقت الذي قطعت فيه المجتمعات الإنسانية أميالا زمنية صوب التكامل في الحياة ومغادرة نصوص العنصرية وعناوين اصطفافات الكراهية، ما يزال من تشبع عقله بأفكار مغلوطة أن حرية المعتقد تسمح بازدراء الأديان. فمن ذات المكان الذي نال ترخيصا سابقا تتجدد الإساءة للقرآن الكريم بين هلالين، يترجم الفعل أنه محاولة لإذكاء خطوط التماس والتصادم بين مختلف الحضارات ودق الإسفين بين مشتركات أساسية تجمع الأمة البشرية. كذلك فأن هذه التطاولات الصارخة على المقدسات الدينية والوطنية لم يقف أمامها العراق مكتوف اليدين، بل كان أول السباقين لاتخاذ موقف نوعي حاك فداحة هذه الجريمة. إذن مشاهدينا، أهلا بكم مرة أخرى في حصادنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام، المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للإسلام العراقي الدكتور علي الدفاعي، وكذلك ترحيب بعضو تجمع السند الوطني الدكتور حسام الربيعي. أهلا بكم دكتور، وأبدأ معك دكتور علي، أهلا بك مرة أخرى. وحول جريمة حرق القرآن الكريم، أفعال كهذه إلى أي درجة تعد بيئة مثالية تنعش الكراهية والتطرف والإرهاب الذي انتشر بالأوقات الأخيرة بشكل كبير وهدد مفاهيم التعايش السلمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. عليه السلام. وتحية لكم والمشاهدين الكرام والضيف العزيز. في الحقيقة هذه الحادثة التي استهدفت الإساءة إلى أهم مقدسات المسلمين القرآن الكريم كشفت عن زيف الإدعاءات الباطلة لهذه المنظومة الغربية التي طالما تشدقت بأنها متصدية في قضية حقوق الإنسان والتعايش السلمي واحترام الرأي والرأي الآخر، نجدها اليوم تتصدى وتمس بإهانة واحتقار أهم مقدسات أكثر من 2 مليار مسلم. لا. بهذا الفعل الشنيع. طبعا لو كانت هذه الحادثة قد خرجت من الشخص النكرة المهاجر العراقي لم يكن الحدث ذو بال، ولكن أن تكون الحكومة السويدية توفر له الحماية والغطاء القانوني وتتصدى لأن تخدش مشاعر ومقدسات المسلمين بهذا الشكل، هذه في الحقيقة كشفت زيف ادعائهم أنهم لا يمثلون إطلاقا ولا يصطفون في موقف يحمي حقوق إنسان أو حرية التعبير عن الرأي أو احترام الرأي الآخر أو حماية التعايش السلمي. اليوم حقيقة الحكومة السويدية بموقفها هذا تعرض التعايش السلمي للخطر، وهنا حقيقة جرس إنذار للعالم أجمع وللغرب على وجه الخصوص. الشعب العراقي خرج وبعث برسالة أن كل عمل يمس مقدساته لن يكون هناك إلا هذا الموقف الغاضب، وهذا الموقف الشعبي الموقف الغاضب ردة الفعل تتحمل مسؤوليتها الحكومة السويدية
لن يكون هناك أي مبرر بأن هناك منظومة قانونية، هناك قضاء سويدي يعني يدعم حرية التعبير عن الرأي. يجب أن يكون هناك محددات ومفاهيم لهذه القضية، في حين أن السويد نفسها لا تسمح بأن يكون هناك حرية تعبير عن الرأي إذا كان هناك موقف من الكيان الصهيوني الغاصب. لكن دكتور علي، يعني هذا الفعل كان بترخيص قانوني من قبل الحكومة السويدية، يعني هل تحتاج هذه الدول إلى إعادة نظر بتشريعاتها؟ نعم، لذلك أنا قلت أن هذا جرس إنذار، لأن المسألة تمس التعايش السلمي، تمس انسجامنا واحترام بعضنا للآخر، الديانات السماوية، معتقدات الشعوب، خطوط حمراء لا يمكن أن تمس بهذه الكيفية. أن يكون هناك تبرير بأن قانوننا يسمح، يسمح بماذا؟ إذن أنتم سمحتم لسفارتكم في بغداد أن تحرق، هذا مفهوم قانونكم في ستوكهولم. يجب أن تعيدوا على الدولة والحكومة سواء السويدية، المنظومة الغربية بشكل عام، بعثاتكم الدبلوماسية لن تكون في مأمن، وهذا ليس تهديد، هذا أمر واقع. الشعوب لا يمكن أن ترضى أو تقبل أن تمس معتقداتها ومقدساتها بهذه الطريقة، أن تحتقر وتهان. يجب أن يكون هناك جرس إنذار، العقلاء في العالم يجب أن ينتبهوا، هذه رسالة شعبية تعززت بموقف رسمي، موقف الحكومة العراقية، قرار شجاع وواقعي من حكومة السيد السوداني بالذهاب إلى قطع العلاقات. ونعتقد أن هذا الموقف يعني كأنه وقف بوجه كرة الثلج القادمة، لأن هذا الموقف لو لم يكن هناك موقف حاسم يقف بوجهه، من الممكن أن يستشري ويستفحل وتذهب الفتنة والفوضى إلى ما لا يحمد عقباه. لذلك موقف الحكومة العراقية هو موقف شجاع وحكيم وواقعي في اللحظة المناسبة، وأدى الفتنة في محلها وبعث برسالة إنذار قوية على الحكومات العربية الإسلامية، الوضع الدولي أن يأخذ هذه الرسالة وينقذ العالم من الاحتراب وأن يتصادم في صراع حضارات لا يريده أحد. أرحب بك مرة أخرى دكتور حسام. بالنسبة للردود التي ما زالت تتوالى من مجتمعات إسلامية والعراقية خصوصا الرافضة للاعتداء على المقدسات الإسلامية، هذا الإجماع على ماذا يدل؟ اتساع رقعة الاحتجاج ضد هكذا أفعال؟ نعم، يعني في بادئ الأمر تحية لك ولمشاهدي ومستمعي قناتكم المحترمة، وكذلك للضيف الكريم مع حفظ الألقاب والمقامات، وخير ما نبتدئ به هو تعظيم الأجور لنا ولكم وللأمة الإسلامية لدخولنا الشهر، شهر محرم الحرام الذي يكون فيه الذكرى الأولى التي في التاريخ الإسلامي حددت بوصلة الإسلام عندما كان يذهب باتجاه مسار خاطئ، وبالتالي تلك الدماء الزكية والطاهرة دماء أبي عبد الله الحسين صححت هذا المسار، وتلك ذلك التصحيح هو أول الردود الإسلامية التي نسفت المشروع الذي كان يراد به منذ فجر الإسلام على أن نذهب باتجاه حرف بوصلتي. وبالتالي هذه الحرب الفكرية هي قائمة منذ بوادر يعني الإسلام الأولى وصولا إلى يومنا هذا. وبالتالي اليوم عندما نريد أن نقيم المجتمعات الإسلامية يجب أن نعمل على الدخول بمحطات للتقييم، ويجب أن تكون هناك معايير حقيقية لهذا التقييم. هذه الأفعال التي تصدر من الغرب الذي اعتاد استخدام الازدواجية في التطبيق هي معايير لقياس مدى وعي المجتمع الإسلامي، وبالتالي اليوم نرى أن هذه ردات الفعل هي خير دليل على أن المجتمع الإسلامي فشلت المخططات العابرة للحدود وما يفعله الغرب لتمزيق هذا النسيج. ونرى اليوم أن تلك ردات الفعل في المجتمعات الإسلامية وخصوصا في العراق الذي بات بوصلة تحديد هذا المسار في أوجها وفي ارتفاعها، في وبالتالي هذه الحادثة في للمرة الأولى كانت الرسائل واضحة من الجماهير الغاضبة وفي مقدمتها المرجعية الرشيدة التي أرسلت رسالة واضحة إلى الأمم المتحدة، الراعي الرسمي لتلك الأمم التي تنضوي ضمن ميثاق معين. عملت السويد على خرق هذا الميثاق، وبالتالي عندما تكررت هذه الحادثة ورخصت السلطات السويدية لذات الشخص يجب أن نضع هنا علامات استفهام. هل يا ترى اليوم السويد في قانونها الداخلي الذي تتوجه فيه دائما على أنها تحتوي على مواد قانونية تجيز لمرتكب هذا الفعل أن يعيد كرته، ألم تراعي مواثيق الأمم المتحدة التي وقعت عليها؟ وعندما نادت الأمم المتحدة
أن على العراق أن يلتزم بمعاهدة فيينا للاتفاقات الدولية، وتناست أن أول من خرق ونقض هذه المعاهدة هي المملكة السويدية عندما تبجحت بنظامها الداخلي وخرقت المادة 27 والتي مفادها أن لا تبرر الأنظمة الداخلية لتلك الدول بنقض تلك المعاهدات. ولذلك اليوم عندما نريد بالمرحلة القادمة لا نريد أن نستعمل لغة الاستنكار والاستهجان وتلك الردات الفعل العاطفية أبدا. اليوم الجماهير ملتفة على الحكومة العراقية التي كان لها موقفا صارما وشديد بصراحة، وهذا يحسب لها بالمقارنة مع المواقف الدول العربية والإسلامية، بعض الدول العربية والإسلامية التي كانت بصراحة مواقف ضعيفة جدا، ولم نرى تلك المواقف في أوجها إلا في الجمهورية الإسلامية، وكذلك تركيا كانت هناك أيضا مواقف جيدة، لكن اليوم العتب على يعني بقية الأنظمة العربية والإسلامية. ونحن كنا نتوقع أن سوف يكون هناك اجتماعا طارئا لمنظمة التعاون الإسلامي، حتى الآن ردود الفعل يمكن غير مناسبة لجسامة هذه الجريمة، استنكار يمكن دزوا على السفير السويدي بالسعودية وكذلك نفس الخطوة من الجمهورية الإسلامية، وقبلها كان أيضا من تركيا، لكن أين مليارين مسلم وينهم؟ نعم، يعني بصراحة المخطط في العراق كما أسلفت، والحرب الفكرية التي يخوضها الغرب في الساحات الإسلامية، نرى ضعف التطبيق داخل العراق، والسائل هنا المشاهد يسأل كيف لنا أن نعلم أن هناك ضعفا في تطبيق هذه الاستراتيجية الفكرية التي شنها الغرب على المجتمعات الإسلامية. هذه هي محطات الشروع، بالتالي اليوم عملية التقييم كما أسلفنا سابقا والمعيار الحقيقي لمعرفة مدى تلاؤم النسيج الاجتماعي والإسلامي في العراق نقيسه من خلال هذه ردات الفعل. شاهدنا اليوم الجماهير الغاضبة نزلت إلى الشارع، وبالتالي اقتحمت تلك السفارة وتعاضدت فيما بينها متناسية للكثير من جوانب الاختلاف، وماضية في اتجاه التعبير الحقيقي عن حرية الرأي التي كفالها الإسلام أولا قبل أن تكفلها تلك القوانين الوضعية التي ضمنت تحت مفردة حقوق الإنسان. وبالتالي اليوم من حق الفرد أن يدافع عن ما اعتقد فيه، وهناك نصا يعني قرآنيا واضح بهذا الشأن. واليوم عندما نرى هل يا ترى هذه الاستراتيجية اليوم التي العفوية التي طبقت في العراق هل يا ترى لها مفاد في الدول الأخرى؟ بصراحة اليوم هذه الدول يعني تم تطبيق هذه الاستراتيجية العبثية الفكرية في مجتمعاتها، وبالتالي تعاني من التمزق والتفكك التالي الداخلي عفوا، وبالتالي نست حتى قضية الأمة الإسلامية، ولا يوجد محور حقيقي أن تلتف عليه وتنطلق باتجاه الدفاع عن الإسلام ونصرة القرآن. أعود لك دكتور علي، قضية مهمة ذكرتوها هي ازدواجية معايير الحرية والديمقراطية عند دول الغرب، كيف ممكن أن يدعون لاحترام حقوق المثليين مثلا بينما يستبيحون معتقدات دينية؟ هو في الحقيقة هذا الفعل القبيح الشنيع في تقديري لم يخلو من وجه إيجابي، ألا وهو ما قلته في قضية يعني انكشاف وافتضاح حقيقة المنظومة القيمية لهذه الحكومات. يعني هم في مساحة ما يدعون ويتصدون ويتكلمون ويقيمون مؤتمرات أو ينشئون منظمات كلها تصف في اتجاه الدفاع عن الديمقراطية، الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي واحترام الآخر والرأي المختلف. في مقابل كل ذلك يعني كشفت هذه الحادثة عن زيف هذه الادعاءات في الحقيقة. وطبعا هناك حوادث كثيرة من أيام كورونا لاحظنا كيف أن هذا الغرب في الحقيقة ما هو إلا صورة يعني تقف خلفها حقيقة واقعية بالضد تماما من هذه الادعاءات. لا قيمة للإنسان وحقوق الإنسان في ممارساتهم الواقعية والحقيقية على الأرض. اليوم العوائل في الغرب، العوائل من غير الجاليات المسلمة، العوائل الغربية التي للآن تحترم قيمة الأسرة وتريد أن تربي أبنائها ضمن هذه القيم التي نشأوا عليها، من أن يكون للأسرة أب وأم، وأن تكون هناك قيم أخلاقية للمجتمع، وأن تكون المدرسة مربية لهذه القيم. نجد أن هناك يعني منظومة واحدة تفرض على هذه العوائل. ليس من حق والد الأسرة رب الأسرة أن يعني يربي أطفاله باتجاه هو يراه لمصلحة هذه النشأة وهذه العائلة.
إذن حقيقة هذه المسألة كشفت عن زيف ادعاء هذه المنظومة الغربية، وحتى يكون هناك وضع بين لذلك. في الحقيقة نعتقد أنه جرس إنذار ورسائل ليس فقط للشعوب العربية والمسلمة، حتى للداخل الغربي. هذه فرصة حتى يعني يراجعوا أنفسهم بأي اتجاه يريدون أن يذهبوا. طيب. هل يريدون أن يذهبوا باتجاه الصدام وأن يكونوا باختلاف مع الآخر للدرجة التي يلغون الآخر؟ هناك أيضا قراءة أن هناك أجندة لإيجاد الصدام سواء داخل العراق أو خارج العراق، باعتبار هذه الرسالة كانت موجهة بحرق القرآن وحرق العلم العراقي، موجهة كما يبدو للعراق تحديدا. لكن دكتور علي، لو حاول سلوان المدعو سلوان مثلا الحصول على ترخيص بحرق العلم المثلية مثلا، هل كانت حرية التعبير السويدية ستمنحه هذا الترخيص؟ لن تمنحه إطلاقا، وهنا يتضح زيف هذه الادعاءات. هناك بوصلة واحدة ووجهة ثابتة لهذه المعايير لديهم. نحن نعتقد في الحقيقة، وهنا أقول لكم، أن هذه العملية، عملية حرق نسخة من المصحف الشريف، ليست عملية عفوية فردية يقوم بها هذا الشخص النكرة. نحن نعتقد أنها خطوة في مسلسل متصل ومستمر. هناك مشاريع تستهدف تدمير المنطقة، تستهدف تدمير التلاحم والانسجام سواء بين شعوب الديانات المسلمة، سواء في المنطقة في غرب آسيا، في العراق تحديدا. العراق مؤخرا يعيش حالة من الاستقرار والهدوء السياسي الاجتماعي، مشخصة هذه المسألة. لماذا تفتعل هذه القضية وواضح أن العراق هو المستهدف؟ لاحظوا أن أول عملية حرق كانت في يوم عيد أضحى أمام مسجد، وثاني عملية كانت أمام مبنى السفارة العراقية، وكانت إلى جنب حرق نسخة من المصحف الشريف حرق العلم العراقي وحرق رموز دينية واجتماعية شيعية تحديدا. هذه كلها دلائل أن هذا العمل القبيح، أولا هو ليس عمل فردي عفوي، هو عمل منظم تقف خلفه جهات. لا نستبعد أن الكيان الصهيوني بالتأكيد يقف خلفه من أجل إعادة زعزعة استقرار المنطقة وإدخال العراق لكي يكون مرة أخرى مشغولا بنفسه وبعيدا عن المجتمع الدولي في هذه القضية. لذلك حقيقة ويسجل اليوم للعراق أنه منتبه لهذه القضية، كان سباق في إيصال الرسائل للمجتمع الدولي أن ينتبه لخطورة هذه المواقف التي تستهدف التلاحم والتعايش السلمي. ماذا تريد السويد من هذا العمل؟ هل تريد تصادم حضارات؟ هل تريد أن يكون هناك عنف متزايد يصل إلى السويد نفسها؟ اليوم حرق السفارة السويدية في بغداد في الحقيقة هو رسالة، قد لا يتوقف هذا العنف الشعبي المبرر عند السفارة السويدية. هذا العنف حقيقة مس مشاعر ومقدسات الشعب العراقي، سواء من المسلمين من غير المسلمين. الكل يحترم القرآن الكريم باعتباره كتاب المسلمين المقدس، والعلم العراقي الرمز الوطني لأبناء الشعب العراقي. لا يمكن أن يكون هذه نقطة مهمة، يعني قضية استهداف العلم مثلا دكتور حسام، إضافة إلى القرآن الكريم، رفع العلم العراقي وحرقه، وكذلك صور رموز دينية. يعني يمكن حصر عملية حرق القرآن بأنه توجيه إهانة فقط إلى كتاب مقدس، أم وإهانة ملياري مسلم، أم يضاف إليه إهانة العالم العراقي وصور قادة ورموز دينيين ويمتلكون قواعد شعبية وجماهيرية. يعني بالمقابل أكون مخاطر أن تكون هناك ربما ثورة أو حركات وتدري الجماهير اللي عندها مرجعيات تتحرك بفتوى أحيانا أو تغريدة. نعم، يعني أنا بصراحة يعني أطلقت إحدى التصنيفات على من قام بهذا الفعل على أنه الفاعل الغير مشترك، وبالتالي أنه هذا الشخص الذي قام بهذا الفعل قدراته العقلية لا تؤهله أن يكون جزء من هذا المشروع الكبير. لكن أنت تعلم جيدا أن العمليات التجنيد قد يخضع لها الإنسان بطريقة غير مباشرة، وبالتالي هذا الشخص الذي قام بهذا الفعل حشر من حيث لا يعلم بمخطط كبير جدا. هذا المخطط للمرة الأولى كان يراد به جس نبض الأمة الإسلامية. أين اليوم سوف نرى نقاط التأثير بصراحة في أي رقعة من رقع هذه الأمة؟
وعندما شوهد ان اكبر رقعه جغرافيه اجتاحت فيها ردود الافعال هو العراق، كان هناك الجزء الثاني، او يعني انا اليوم عند الاستشراف للمستقبل، العمليه لن تتوقف على هذا الفعل فقط، سوف نرى في المستقبل طبعا القريب هناك مشهد اخر متصل قد يكون في السويد او في غير منطقه او في غير دوله اخرى، لكن يراد به اكمال هذا المشهد للوصول الى ما يراد له من كشف لردات الفعل الحقيقيه داخل هذا المجتمع الاسلامي. وطبعا اليوم هذه ردات الفعل بصراحه هي لن توثق فقط على انها رده فعل داخل المجتمع الاسلامي وفي العراق حصرا وينتهي الموضوع، لا ابدا، سوف تكون هناك برامج للجزء من الحروب التركيبيه التي يخوضها الغرب على المجتمعات الاسلاميه، وسوف توضع برامج جديده. طيب هنا تتحدث دكتور حسام عن بعد استراتيجي لهكذا تصرفات او جرائم، سواء كانت يعني منظمه او غير منظمه، لكن هذا الفعل او تكرار هذا الفعل بحوادث اخرى مشابهه سبقت هذه الجريمه، الى اي درجه يذكي قضيه الاسلاموفوبيا وربما تشجيع حتى ملياري مسلم او جزء من هذا العدد الكبير من المسلمين على الانتقام؟ نعم، يعني بصراحه اليوم هو هذا المشهد يجب ان يصنف الى صنفان. اليوم المجتمعات الغربيه او القابض على السياسه في تلك الدول يعني هو يعلم جيدا ان اليوم الاسلام هو الضد النوعي له داخل المنطقه، وهو يحلم يعني كتوصيفات الاستعمار التي وصفها سابقا بمنطقة الشرق الأوسط على أنها منطقة مغانم، وبالتالي هو لا يريد أن تكون هذه المنطقة هي منطقة استقرار، ويطمح دائما إلى تفكيكها وتجزئها. هو نجح في بادئ الأمر عند حادثة، يعني أنا لا أريد أن أخذ المستمع الكريم إلى حادثة تاريخية بعيدة المدى والمتمثلة بتفجير برجي التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما استطاع أن يعمل على شيطنة الجزء الآخر من الإسلام والمسمى بالإسلام السني، واتصف بتوصيفات كثيرة وعمل على خلق مجاميع تشبه هذا الإسلام وسيرها باتجاه الإسلاموفوبيا كما قصدت. اليوم يوجد جزء آخر ومشهد آخر وهو الإسلام الشيعي، وهو المعادلة الأصعب الآن والمتماسكة أمام هذه المخططات، وبالتالي هو يريد أيضا تطبيق الكثير من البرامج الحرب الفكرية، واستطاع في السنوات الماضية وتحديدا عام 2019 وصولا من توظيف الكثير من هذه البرامج والحروب الفكرية حتى يخلق تصنيف جديد يعمل على انتزاع من هذه الشريحة داخل المجتمعات الإسلامية ويوظفه على أنه إسلام شيعي جديد في المنطقة. لكن بصراحة اليوم شاهدنا ضعف تطبيق هذه الاستراتيجية، وضعف تطبيقه هو نشاهده بطريقة واضحة وجلية من خلال ردات الفعل التي حصلت نتيجة هذه الجرائم التي ترتكب. نسيج المجتمع العراقي اليوم تلاحم وخرج بلحمة واحدة وذهب باتجاه التنديد والاستنكار، وكذلك الاحتجاج في مواقع التواصل وعلى الأرض المباشرة، وتنظيم الفعاليات، وكذلك الخروج أمام السفارة السويدية والدخول لها وإلى آخره من القصص إلى الكثيرة آخره، وحتى الآن لم تنتهي ردود الأفعال، أكيد مستمرة. طيب أعود لك دكتور علي، من مخاطر ما جرى، يعني أكو العوائل المسيحية حاليا يتحدثون عن مخاوف من ردود فعل انتقامية رغم وجود يعني إدانات من قبل مسيحيين في دول أوروبا في الخارج ومسيحيين في الداخل، ومن المراجع المسيحية أيضا هناك والكنائس أيضا ردود فعل منددة بهذه الجريمة، لكن المخاوف ما زالت موجودة. بالمقابل أمريكا والسويد مثلا تندد بقضية الهجوم على السفارة السويدية في بغداد باعتبار أو تعتبر أن الحكومة العراقية لم تتمكن من حماية هذه البعثة الدبلوماسية، راح تتولد مخاوف أيضا من عدم قدرة الحكومة على حماية البعثات الدبلوماسية، أو حتى إن كانت قوة معينة قد هاجمت عوائل مسيحية، بالمقابل هذا راح يعتبر تقصير على الحكومة وحكومة الإطار تحديدا وسحب البساط من تحت الإطار باعتبار الحكومة حكومة إطارية.
في ضوء الإجابة عن كل ما تفضلت به، نعم، دعني أبتدئ بمسألة أذكر الأمم المتحدة بالرسالة التاريخية لسماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني حفظه الله، من حيث أنه طلب منه أن يدعو الدول إلى تشريع قوانين تدفع إلى حماية السلم المجتمعي وتمنع من حالة الكراهية وتناميها بين الشعوب. هذه هي مسألة أساسية ومركزية في هذه القضية. اليوم الحكومة الأمريكية، الحكومة السويدية، الغرب بشكل عام، الكل في العالم مدعو إلى أن يرى الصورة بهذه الكيفية. السلم المجتمعي، الأمن العالمي في كفة، والكراهية وتنامي العنف في كفة أخرى. الفاصل بينهما ادعاء أن هناك قوانين تسمح بحرية التعبير للإساءة إلى هذه الديانات وهذه المقدسات للشعوب. على هذه الدول أن تراجع منظومتها القانونية وأن تذهب إلى أن تجعل أولويتها في التشريعات القوانية أن يكون السلم العالمي أولاً، نعم، أن تصون هذه المسائل أولاً، أن لا تذهب باتجاه تشريع قوانين ينمي من الكراهية بين الشعوب. هذه هي الأسس، الأولويات التي يجب أن تذهب إليها. فيما يخص المخاوف من تنامي العنف أو كذا تجاه المسيحيين في العراق، هذه المسألة مستبعدة تماما. النشأة العراقية سواء كان بين المسلمين، بين المسيحيين، بقية الأقليات، هناك انسجام وتلاحم وطني وشعبي عالي المستوى، الكل متفهم لهذه القضية. لاحظ التلاحم الوطني سياسيا وشعبيا في دعم الحكومة. نحن حقيقة تجاربنا في العراق، كلما كان الشعب العراقي قريب من الحكومة والحكومة منسجمة مع مواقف الشعب العراقي، كانت هناك إنجازات ونجاحات كبيرة وكثيرة. اليوم موقف الحكومة العراقية كان قريبا ومنسجما من ردة الفعل الشعبية باتخاذه قطع العلاقات مع حكومة السويد في هذا الفعل. لذلك حقيقة هذه رسالة مهمة، سواء الولايات المتحدة الأمريكية، الغرب بشكل عام، عليهم أن يراجعوا هذه المسألة ويجعلوا أولوياتهم حفظ السلم ودفع ما ينمي الكراهية والعنف، بأن يذهبوا إلى مراجعة تشريعاتهم القانونية. البعثات الدبلوماسية بعثات محترمة ومصانة، والحكومة العراقية قادرة وهي فاعلة بالواقع على حمايتها، ولكن ما يمس مشاعر الشعب العراقي، ما يتعلق بمقدساته، ما يتعلق بهويته الوطنية والدينية، لا يمكن أن يقف بوجه أحد. الشعب العراقي قال كلمته في ضوء ما ينتمي له من انتماء إلى الإسلام بدفاع عن القرآن الكريم ودفاع عن رمزه الوطني العلم العراقي. الحكومة العراقية لا يمكن أن تقف في مواجهة الشعب العراقي وهو يحمي رمزه الوطني العلم ورمزه الديني القرآن الكريم. لذلك حقيقة موقف الحكومة العراقية موقف منسجم مع الفطرة، منسجم مع موقف الشعب العراقي، منسجم مع الأعراف الدولية. الأمم المتحدة في منظومتها وقوانينها تسمح وتجيز للدول أن تحمي وتدافع عن سيادتها. موقف الحكومة العراقية كان منسجم مع قرارات الأمم المتحدة. الحكومة العراقية دافعت عن سيادتها لأنه كان هناك استهداف لسيادة العراق بحرق العلم العراقي أمام مبنى السفارة العراقية. لذلك هو موقف قانوني ينسجم مع مقررات الأمم المتحدة وينسجم مع مواقف الشعب العراقي. شكرا لكم دكتور. المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الدكتور علي دفاعي، كنت ضيفا كريما، والشكر جزيلا لكم. عضو تجمع السند الوطني الدكتور حسام الربيعي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل في ذات الموضوع لكن بمحور آخر وأبرز ما فيه.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف. أيضا نرحب بأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية الدكتور صالح الشذرة. أهلا بكم دكتور ضيفا كريما. كما نرحب أيضا بالسياسي المستقل السيد علاء الصفار انضمنا عبر سكايب من السويد. أهلا بكم سيد علاء. وأبدأ معك دكتور صالح، يعني هذه الأفعال أو هذه الجريمة بحرق القرآن الكريم والتجاوز على مقدسات دينية ووطنية أيضا بحرق العلم العراقي، ألا تبعث بمؤشرات نوعا ما على اشتداد وتمدد اتجاهات عنصرية متطرفة بالقارة الأوروبية أو الغرب عموما، وتوظيف حرية التعبير ضد الإسلام بشكل محدد؟ نعم، اولا تحيه لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك العزيز من السويد. اكيد يعني هذا هو عمل معادي ويعد ارهاب درجه اولى من وجهه نظري، مستهدف الجانب الاسلامي، الجانب العقائدي الاسلامي للشعوب الاسلاميه لملياري مسلم على مستوى الكره الارضيه. وبالتالي هذا العداء اعتقد انه نوع من المخابرات او نوع مخابراتي جديد يوظف اشخاص من دول، وبالتالي يزج بهم بهكذا افعال، خاصه الاشخاص الذين هم محتوهين ومهزوزين داخليا، وبالتالي يؤثر بهم هكذا عمل. فالعمل هو ليس عمل طبيعي جدا، وهذا الشخص حركاته كلها محسوبه بطريقه مخابراتيه جيده جدا، ويدرك ماذا يفعل. وبالتالي هنالك مخابرات اجنبيه سواء كانت امريكيه سواء كانت اسرائيليه يعني غربيه، بالتالي هي تدفع به بهذا الاتجاه لمعرفه ردود افعال المسلمين. للاسف باستثناء العراق وايران الردود هي سلبيه جدا من وجهه نظري، باعتبار على سبيل المثال لو ملياري مسلم قاطع البضائع الاوروبيه دفعه واحده لانتهت تلك الدول، وبالتالي جاءت سحفا على الاقدام تحتذر من الاسلام بصوره عامه، ولكن هذا لم يحصل. مجرد حقيقة عن طريق وزراء الخارجية العرب، كل وزارة خارجية تدين وتشجب، وهذا حقيقة موضوع سهل جدا ممكن يفعله أي شخص في أي دولة لموضوع ما، ولكن موضوع الجانب العقائدي وحرق القرآن الكريم هذه مشكلة كبيرة. أما موضوع العراق، أعتقد أن العراق رد قوي جدا من قبل رئيس الوزراء، وأعتقد هو شجاعة فائقة للسيد السوداني عندما طرد السفيرة مباشرة وسحب القائم بالأعمال. وهذا هو أقوى حقيقة فعل ممكن أن يفعله في الجانب الدبلوماسي، حيث أن طرد السفارة أو طرد السفير من السفارة لا يمكن إلا في حالة الحروب، وهذا يعتبر نوع من الحروب. وبالتالي السيد السوداني فعل ذلك جيدا ويدرك ماذا يفعل، وأعتقد أنه قرار صائب 100%. نعم، أرحب بك مرة أخرى سيد علاء. ليش سمحت السويد بهكذا تصرف ومنحتها الترخيص للقيام به بشكل علني؟ ألا تخشى السويد على مكانتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية؟ هناك اليوم امتعاض دبلوماسي ودعوات لمقاطعة تبادل تجاري واقتصادي وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء السلام عليك وعلى ضيفك الكريم مشاهديكم الأعزاء. عليكم السلام. يعني أعزيكم بهذا الشهر وهذا المصاب بشهر وأيام الحرم لأيام أبا عبد الله الحسين عليه السلام، وأعزي الأمة الإسلامية وصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه. أخي العزيز، السويد مدرك جدا وتعلم مدى خطورة هذا الموضوع. نعم. السويد الآن هي أساسا هي تعاني من هذا المشكلة، ولكن السويد ليست كالسويد السابقة. يعني لو لاحظنا قبل فد 20-40 سنة، السويد ليست هي السويد في السابق، الآن السويد مختلفة، فيها الحزب العنصري أصبح ثاني أكبر حزب في هذا البلد. في حين أنا أتيت إلى السويد بعد إعدام صدام بال 2007، صعد شخصين إلى البرلمان، الصحافة السويدية استغربت واستنكرت وقالت السويد تتغير والسويد تفقد يعني الجانب السلمي لديها. الآن هو ثاني أكبر حزب، هنالك تغيير كبير جدا بهذا بالموضوع. أستاذ علاء، يبدو أننا فقدنا الاتصال عبر سكايب مع أستاذ علاء. أعود لك دكتور صالح. نعم. العراق بالذات، يعني ها
هل هو مدعو اليوم لاستمرار هذه الملاحقة القانونية حتى الوصول إذا كان هناك إمكانية فعلا لتسليم السويد من قام بحرق المصحف الشريف والعلم العراقي باعتباره يحمل جنسية عراقية؟ نعم، أعتقد أن العراق هو رأس الرمح في كل التوجهات الدينية والإسلامية وأيضا التوجهات الوطنية، وبالتالي حرق المصحف وحرق بعض صور الرموز الدينية هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للعراق، والعراق قادر على ذلك. من الممكن ملاحقة هذا المحتوه قانونا عن طريق حقيقة المحاكم الدولية، عن طريق وزارة الخارجية العراقية، وبالتالي من الممكن أن نحصل على حقيقة قرار دولي يدين هذا الشخص، ومن ثم استرجاع عن طريق الانتربول، ممكن ذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية الرسمية. هذا جانب. الجانب الآخر والمهم جدا هو حقيقة معرفة الدوافع الرئيسية لهذا الشخص، وبالتالي أعتقد أنه على جهاز المخابرات العراقي أن يكون حذرا ويقظا، وهو بالتأكيد يقظ وحذر لهكذا أفعال، وأن حقا يخبر الحكومة ويخبر رئيس الوزراء مباشرة بالمعلومات الكافية حتى تكون الحركات أو التحركات الحكومية الدبلوماسية حقيقة لها طريق واضح ومعروف ومدروس عن طريق المعلومات الاستخباراتية والمخابراتية. هذا جانب. أيضا هنالك حقيقة شيء يجب أن نعلمه جيدا، أن السلطات التنفيذية في السويد ليس لديها صلاحيات على السلطات القضائية، وبالتالي هو يعرف حقيقة ماذا يفعل باعتباره حصل للعلم منعته السلطات السويدية ولكن التنفيذية كحكومة، ولكن هو التجأ إلى القضاء وحصل على موافقة قضائية، وبالتالي القضاء هنالك أعلى من السلطة التنفيذية، وبالتالي فعل ما فعل، إذن هو يعرف ماذا يفعل، حتى هو حقيقة مطلع على أول قائمين بالعمل لتهيئته لهذا الموضوع، يعرفون أنه اعتقد أنه في الفصل الثاني الفقرة السادسة للدستور السويدي تبيح يعني حقيقة التجاوز على بعض الرموز باعتبارها حرية التعبير عن الرأي، والرأي يعبر عن شخصه فقط، وهذه مشكلة تسيء للعلاقات السويد مع دول العالم. وأنا حقيقة أشهد على يد زميلي من السويد، فعلا السويد تغيرت وفقدت حيادها وأصبحت بلد فيه عنصرية كبيرة، لا سيما أنه اليهود وصلوا إلى قبة البرلمان أكثر من 5%، وهذه مشكلة كبيرة للبرلمان السويدي. وأعتقد أنه في الخمس سنوات الأخيرة أصبحت السويد دولة ليست حيادية وليست دولة مثل ما كانت، وإنما أصبحت هي حقا تابعة باي ذا وي لمخابرات أجنبية سواء كانت أمريكية أو إسرائيلية أو غربية عموما، وبالتالي حقيقة هو نوع من العداء وهو نوع من الاستكبار على الجانب العقائدي الإسلامي، وعلينا أن نرد بقوة كمسلمين مجتمعين. أنا من يعني خلال قناتكم الكريم أدعو منظمة التعاون الإسلامي، ما هو عملكم إذا لم تجتمعون لنصرة القرآن الكريم؟ إذن أنتم ليسوا بمسلمين، وبالتالي عليكم التحرك وأن تكون لك حقيقة أن يكون لك قرار. أيضا الجامعة العربية هم دول عربية مسلمة، وبالتالي يجب أن يكون لهم قرار. أيضا منظمة الاتحاد الأفريقي أيضا بعضهم عرب وبالتالي مسلمين، وبالتالي يجب أن يتحركوا في الاتجاه. إذا ما تحركنا في جميع هذه الاتجاهات الإقليمية والدولية سنحصل على قرارات أممية تفي بهذا الغرض حقيقة، ومن الممكن أن نتحرك بطرق دبلوماسية وقانونية. نعم، أعود لك مرة أخرى سيد علاء، كنت تتحدث عن تغييرات كبيرة وخطيرة في السويد وتوجهاتها، لكن هذا يؤشر إلى تنامي اتجاهات التطرف وإلى درجة السماح لها بالامتداد إلى تشكيل إلى أنها تصبح تشكل خطر على السلم الدولي. في الحقيقة هي الآن تشكل خطر على السلم المجتمع السويدي قبل أن يكون على المجتمع الدولي. يعني المشكلة السويد لديها مشاكل، هنالك أمور وثغرات عندما تكون البلد تحت سيطرة عقلائية وسيطرة حيادية حسب ما عهدنا السويد في السابق، لا تظهر هذه المشاكل، ولكن عندما يقفز هنالك أناس يداعون بالعنصرية والتميز وبكل هذه الصفات النازية الذي يسمونهم بالنازيين الجدد، الذين لا يمتون بصلة إلى كل مبادئ السويد الحقيقية التي كانت يدعون بها من إنسانية وحب الخير والبيئة وغير ذلك. الآن هنالك لديهم مشاكل حقيقية ويعني كبيرة جدا. أحد الأشخاص يعني السويديين يقول يعني نحن السويديون نتضرر كمجتمع كشعب، يعني ليس فقط الجالية الموجودة، بل هو السويدي أصلا يتضرر، يقول أنا الآن أخاف أذهب إلى تركيا وإلى أي بلد آخر فيه مسلمين قد أتعرض لمشاكل. هذا شرخ كبير
لكن هنالك فقرات في القانون يعني من باب الندرة يقول بالضبط كالذين الآن قانون جديد لديهم أنه أنا كذكر أو كأنثى أنا بكيفي أقول أنا لا أريد أن أسجل كذكر، أسجل نفسي دجاجة، أكتب نفسي طاولة، أكتب نفسي أنثى، من حق أي شخص أن يختار ما الصفة الذي هو عليها. هنالك في الألعاب الأولمبية هنالك رباعين دخلوا ولا يستطيعون أن ينجزوا ميداليات مع زملائهم، فذهب وغير جنسه من ذكر إلى أنثى وذهب مع الجانب اللعبة الأنثوية وفاز عليهم وأخذ ميداليات ذهبية وجوائز. الإناث والنساء قالوا هذا ذكر، طبعا في رفع الأثقال سوف يكون يعني يغلبنا أكيد يعني، لكن هنالك ثغرات طيب. وهنالك قوانين غير عقلائية نفس ما يحصل يعني كنا نتحدث في هذا الموضوع سيد على بمحورنا وملفنا الأول من الحصاد، كنا نتحدث عن ازدواجية معايير الحرية عند السويد أو عند الغرب بشكل عام، لكن يعني السؤال أيضا أكرر على حضرتك، لو طلب نفس سلوان موميكا لو طلب ترخيص لحرق علم المثلية هل كان سيحصل على ترخيص؟ نعم الآن هنالك أحمد علوش طلب إلى حرق التوراة والإنجيل أمام السفارة الإسرائيلية وأعطوه إجازة بالمظاهرة وذهب إلى السفارة أمام السفارة الإسرائيلية وكلنا شاهدنا، لكن قيمنا تمنعنا، قال أمام الملأ وبكل شجاعة قال أنا طلبت هذا لأصل رسالة، هل التوراة والإنجيل هي كتب نحن نقدسها أيضا ولا في بالي أنه أعتدي عليها، وصرح أيضا نتنياهو والكيان الصهيوني والسفارة الإسرائيلية صرحت بقطع العلاقات الدبلوماسية هذه قبل أيام من حرق بالمناسبة هو لم يحرق القرآن لأن تعرض أيضا سلوان إلى ضغوطات في الفيديو الأخير، اتهم الشرطة السويدية بأنها تضغط عليه بشكل كبير وقالت له سوف لن نوفر لك الحماية وسوف لن نقول لك كذا 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 إذا لم تقلل الاستفزاز وهذه الأعمال، لم يقم بحرق القرآن في المرة الأخيرة أمام السفارة ولكن قام بركله، وهذه مشكلة يعني عندما يذهب تقول له لا تركل باكر يبصق، هي المشكلة أنه مو هذا الشخص المعتوه الذي يستخدم ويسيء إلى مليارين شخص من أجل جنسية من أجل أن يحصل لجوء، هذا إنسان معتوه، المشكلة هنالك خلل في القانون السويدي، هذه يجب أن تكون ضمن بند إثارة الكراهية، يعني الحكومة السويدية الآن هي في صراع بين أناس يحاولون أن يستغلون هذا انتخابيا ليكسبوا مكاسب ويحصلوا إثارة عسى ولعله أن يكون هنالك ردة فعل من المسلمين قد يستغلوها في نشر الإسلامفوبيا وينظروا وماذا يفعل المسلمون، لكن الحمد لله لحد الآن هنالك ضبط من الأعصاب وهنالك تعامل بحكمة والقنوات الدبلوماسية ما قام به السيد السوداني هو عين العقل، يعني احنا لا نميل إلى تكسير وحرق وقتل وضرب الشرطة وما حدث في أيام بولدان وراسموس عندما قام بالحرق، هذا طيب. لو أن كل المسلمين طيب. قاموا كما فعل العراق للسويد تراجع كل هذه القوانين، لكن المشكلة إن أين الدول الإسلامية، أين منظمة أين ملياري مسلم من كل ما جرى. دعني أيضا أعود لك دكتور صالح، نعم، تحشيد الدول العربية، هناك دعوات اليوم من العراق من وزارة الخارجية العراقية لتحشيد الدول العربية والإسلامية لعقد مؤتمر قمة عربية أو منظمة التعاون الإسلامي من أجل تدارس تداعيات هكذا جريمة، هل يمكن أن تعقد فعلا هكذا قمة وفق المعطيات والظروف الحالية ويمكن أن تمنع تكرار هكذا جريمة بحق معتقدات ومقدسات؟ نعم، من الممكن أن تعقد هكذا قمم وهذا يعتمد على مخرجات هذه القمم وقراراتها، إذا كانت قرارات قوية وملزمة بالتالي سيلتزم بها حقيقة حتى أن تكون لك شكوى إلى مجلس الأمن عن طريق المحاكم الدولية، وبالتالي من ممكن أن نحصل على نتائج إيجابية وطيبة في هذا الموضوع. هنالك قناة مهمة جدا حقيقة من وجهة نظري كمختص، قناة حقيقة البرلمان الأوروبي والبرلمان العالمي عن طريق البرلمان العربي، من ممكن أن تكون لك شكوى عن طريق البرلمان العربي إلى البرلمان الأوروبي، وبالتالي من الممكن تغيير نص أو مادة في الدستور السويدي على هذا الموضوع، بالتالي من الممكن محاكمة هذا الشخص إذا تغيرت هذه المادة، ومن الممكن أن تغير في جلسة واحدة، وعلى البرلمان العربي أن يتحرك باتجاه البرلمان الأوروبي لفعل هكذا حقا
بعث حقيقة أن يبعث برسالة أو مذكرة أو وفد يذهب إلى الاتحاد الأوروبي ويطلب منهم رسميا بتغيير بعض القوانين حتى لا تسيء إلى الرموز الدينية الإسلامية وحتى الرموز العالمية، وهذه حقيقة من الممكن أن تكون سابقة للعراق إذا ما فعل ذلك. وحقيقة من خلال قناتكم الكريمة أدعو السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى والسيد رئيس الجمهورية أن يلتفتوا إلى هذه الفقرة وأن يركزوا على موضوع البرلمان العربي لمخاطبة البرلمان الأوروبي. نعم، الشكر جزيل لكم أستاذ العلاقات الدولية الجامعة المستنصرية دكتور صالح الشذر، كنت ضيفا كريما. والشكر جزيل لكم السياسي المستقل السيد علاء الصفار، كنت مباشرة عبر سكايب من السويد. شكرا لكم سيد علاء، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.